عايزين نعرف ايه الحكاية بتاعت الموضوع، تاريخية الأحداث بتاعت الكتاب المقدس العهد الجديد. احنا بنتكلم على العهد الجديد المرة دي، صح؟ طيب ماجد اتفضل بقى، ابتدي. مساء الخير يا شباب، اخباركم ايه؟ الصراحة الموضوع اقتراح باسم، وهو موضوع شيق، ويعني الصراحة موضوع مهم يعني. ف احنا بس هنتكلم زي ما قال فادي عن العهد الجديد، وخاصة كمان الأربع بشائر، ويمكن ناخد نص أو اتنين من سفر أعمال الرسل يعني، لكن احنا بنركز على حياة يسوع في الأربع بشائر. اللي بيقرا الاربع بشاير اكيد اكيد بتركيز هيكتشف ان في اختلافات ممكن تكون في تقديرك كمؤمن، ان هي اختلافات يعني لا تمس العقيده، اختلافات هامشيه مش بتغير حاجه جوهريه، لكن في الاخر في اختلافات. الاختلافات دي ممكن ينفع تتوافق مع بعض، يعني ينفع نعمل لها ميكس كده ونعمل مشهد واحد. مثلا انا اقول انا رحت القهوه قعدت مع محمد، بعد كده واحد يقول ماجد راح القهوه وقعد مع محمد واحمد. القصتين رغم ان هم مختلفتين، ان في فرد زياده اللي هو احمد، الا ان هم ينفع يتوفقوا في الاخر. انا اقول لك احنا هو ماجد فعلا قعد مع احمد ومحمد، بس ماجد لانه صاحب محمد قوي فقال محمد بس، لكن الشخص الثاني اللي ذكر ماجد قعد مع محمد واحمد ذكر كل الشخصيات. فهتلاقي في نوع من الاختلافات في البشائر بهذا الشكل، اللي هو فكره ان الشخصيات هنا غير هنا غير هنا، بس ينفع ايه تقول لا ده كلهم كانوا موجودين، ومتى كتب عن فلان ولقى ذكر فلان، و يعني فينفع تتوفق الاختلافات دي. في اختلافات تاني لا ما ينفعش تتوفق، ان المكان نفسه يتغير، يعني مثلا لما يقول ماجد قعد على القهوة واحد تاني يقول لا ده ماجد راح مطعم، هو قهوة ولا مطعم؟ لا ساعتها نقف وقفة، اكيد دي اختلاف مش هينفع نوفق بينه. ففي بقى نوع من الرجوع، أو ممكن يبقى بيتكلم على مرتين مختلفين. برافو يا فادي، وده اللي هقوله. نوع طبعا من الردود المسيحيه الشائعه يقول لك ايه دول حادثتين مختلفين، لدرجه ان البابا شنوده في تفسيره لاختلافات سريه القيامه قال لك المجدليه راحت 6 مرات القبر، يعني راحت اكتر من مره عشان يا عيني يوفق فكره هي راحت والظلام باقي ولا راحت. انا اسف يا باسم نطيت، بس انا اعطيتها اكزامبل يعني، انا اسف بس انا مش هتكلم تاني فيها. فايه دي نوع من الردود، يقول لك ايه تكرار الحدث، تكرار الحدث، اتكلم فيها وهنشوفها عادي، في حاجه فهمت؟ عادي يا ماجد يا حبيبي، ايه خد هي راحتك، بس خد راحتك يا حبيبي. كتر خير. طيب فده نوع من الاختلافات زي ما بنقول ما ينفعش، لانه المكان والزمان اتغيروا فمش هينفع يتوفى. وفي اختلاف تالت ده اللي بنسميه تناقض، يعني هو قال حاجه هنا ونفاها في الحته الثانيه، وهنشوف في لعبه كده بيسموها العصا، يعني حتى اخواتنا المسلمين لما يحبوا يلعبوا واحد مسيحي ويشككوه في الانجيل يقول له المسيح قال عصا ولا ما قالش، هنذكرها يعني في الامثله. فان يذكر حاجه قالها المسيح هنا وينفيها تماما، يقول لا المسيح ما قالش كده. في الاختلاف الرابع اللي هو فكره الصمت، يعني انجيل يتكلم او بشاره تتكلم عن حدث باقي الثلاث بشائر ما يتكلموش عنها تماما. فكل دي انواع من الاختلافات، لكن تعالوا بسرعه نعرض صوره كده. ده من كتاب اسمه مدخل للنقد النصي للمهندس رياض يوسف في صفحه 33. ممكن يا فادي تعمل لنا شير سكرين؟ اشكرك. اديني بس ثانيتين. على ما على ما ففي الكتاب ده كتاب رائع، وبيبين لك الاناجيل الاذائيه بالذات، بيتكلم عن الاناجيل الاذائيه، معنى كلمه اذائيه اللي هم ليهم توافق، يعني بيتوافقوا مع بعض في الاحداث، اللي هم متى ومرقس ولوقا.
طبعا يوحنا شارح بعيد، مش من ضمن الاناجيل الايزائيه. فهو عمل جدول ممتاز كده. ايوه الصفحه الثانيه، جدول ممتاز بيقول لك ايه التشابهات والاختلافات ما بين البشائر الايزائيه. فبيقول ان في 330 ايه متفقه ما بين الثلاث بشائر، متى ومرقس ولوقا. طيب لذا السكولرز بيرجحوا ان مرقس اتكتب الاول، ومتى ولوقا اخذوا عن مرقس لانه هو الاصغر حجما وهو اللي اياته متوزعه في الانجيلين التانيين. طيب في ايات بقى مشتركه بين متى ومرقس، يعني متى نقلها عن مرقس، دي عددها 178. في ايات مشتركه ما بين مرقس ولوقا، دي عددهم 100، لوقا نقلها عن مرقس، ولذا هم متاكدين ان مرقس هو اللي كتب الاول ومتى ولوقا نقلوا عنه. في بقى اكتشف حاجه غريبه، ان في حاجات في متى ولوقا مش موجوده في مرقس. طب دول نقلوها من مين؟ قال لك من مصدر اسمه كيو، مصدر اسمه كيو، ودول عددهم على فكره مش قليل، 230 ايه كيو او كاول. طب انا هقول لك حاجه بقى. ليه انت بتقول ان هم نقلوا؟ هو يعني انا يتهيألي المؤمنين بوحي الكتاب المقدس بيقول ان هم عصروا الاحداث دي، فانت ليه بتقول نقلوا؟ يعني ليه انا عارف ان الباحثين والسكولرز بيقول ان هم ان الاصل هو مرقس، انا عارف السكولرز بيقولوا ايه، بس ما هو ممكن يكون مرقس كتب حاجه ولوقا كتب حاجه زيها بس من غير ما يكون نقل من مرقس. رائع، على فكره سؤال رائع ممتاز، شكرا يا فندم. هو فعلا في ثلاث مدارس مسيحيه للامانه. المدرسه الاولى يعني الاكثر تشددا شويه يقول لك ده وحي، انما وحي يوحى، يعني ده وحي يا برنس، بقى كتبه شاهد عيان ما كتبوش شاهد عيان، ده الروح القدس مال الكاتب هذه الاحداث، ولذا لان الممّلي واحد اللي هو شخصيه الروح القدس، فاذا فيها تشابهات كثيره، هتلاقي مل مرقس نفس اللي ملل متى وهكذا لوقا ويوحنا وهكذا. المدرسه الثانيه الاكثر شويه عقلانيه من فكره الوحي دي، لان فكره الوحي ده ما عليهاش دليل، لان حتى متى ومرقس ولوقا ويوحنا لم يذكروا ان كتبوا كتابتهم عن طريق وحي الهي او روح قدس ملاهم. فالمدرسه دي في شنك خالص، لانها حتى زعم لم يزعموا الكاتب الرئيسي، فدي مدرسه نبعدها شويه. في المدرسه الاكثر عقلانيه دي بتقول لا، دول شهود عيان او كتبوا عن شهود عيان، يعني فكره ان مرقس كتب نقلا عن بطرس ولوقا كتب نقلا عن بولس، بولس اللي عرف من التلاميذ وهكذا. مثلا متى ده تلميذ، يوحنا ده تلميذ، فاذا في اثنين شهود عيان واثنين اتعرفوا من شهود عيان. في مدرسه ثالثه يقول لك لا، هو كان في تقليد شفوي، تواتر تقليد شفوي واتكتب، يعني حتى دول اكاديميين شويه، يقول لك اقدم انجيل اللي هو مرقس اتكتب بعد 70 ميلاديا، فده اتكتب بعد 40 سنه من قيامه المسيح وصعوده، فلا التقليد الشفوي ده قعد 40 سنه ما اتكتبش، واتكتب عن طريق التواتر او التواصل الشفوي او التقليد الشفوي. لكن هنا الاكاديميين ما لهمش دعوه بالمدارس المسيحيه للامانه، لا وحي ولا شهود عين ولا بتاع، هم الناس دي بيقارنوا النصوص ببعضها، وزي ما انت شايف في الجدول كده بيقول لك ده 100 ايه شبه دي 100 بالظبط، بنفس الحروف بنفس النصوص بنفس الاشكال بالظبط في متى زي لوقا، بالظبط باراجراف باي باراجراف، بالظبط من اولى باراجراف باي باراجراف، يعني هي بالظبط بالظبط. كمل يا مجد. هي بالظبط، علشان مرقس هو المكتوب الاول، فانتوا فمرقس يبقى هو الاصل، صح؟ ايوه طب بالظبط. معلش سؤال تاني، معلش سؤال تاني، انا بايخ النهارده شويه. ايه اللي خلاكوا تقولوا ان مرقس كتب الاول؟ يعني عرفتوا منين ان
عرفتوا منين ان موسى اتكتب الاول وبعديه لوقا ومتى وبعديه يوحنا متاخر؟ انا عارف الترتيب بس انا عايز اعرف الترتيب ده اتعرف ازاي؟ رائع. هو هم حتى بيقولوا في انواع الكتابه دايما الانسان يكتب الحاجه القصيره وبعدها يطول، يحصل اطناب وتوضيح. ومن الجدول ده واضح اي شخص يعني فاهم في الكتابه قوي فاهم مين نقل من مين، يعني لما تبقى عدد الايات الكتيره منقوله من يبقى هو المصدر مش هو اللي ناقل. بس تعالى نشوف في كتاب تاني اسمه مدخل الى العهد الجديد، ده كتبه القس فهيم عزيز، وده على فكرة أستاذ بكلية اللاهوت الإنجيلي، يعني إحنا مش بننقل من ناس هرطقة، لا ده أستاذ في كلية اللاهوت الإنجيلي كتب كتاب اسمه مدخل للعهد الجديد في صفحة 173، صفحة 173 بيقول كده، هقرا من نص الصفحة بعد النجوم بيقول إيه. هذا هو الموقف، فهل هناك تفسير له؟ هو بيشرح بعد الدراسات المستفيضة استقر رأي غالبية العلماء على الأمور التالية. إيه أول حاجة؟ قال لك أن إنجيل مرقس كتب أول، ده غالبية العلماء. ليه؟ وأنه كان معروفا عند كاتبي الإنجليين الآخرين اللي هم متى ولوقا، وأن هذين الكاتبين وافقا على إنجيل مرقس بدليل أنهما استخدما كأساس لقصتهما عن يسوع. يعني هو بيقول أن بشارة مرقس هو كان بيأكد قانونيتها، يعني منين قانونية؟ فقال لك لأن متى ولوقا نقلوا عنه. طيب بعد كده بيقول إيه في عدد 2، لكن هناك التعليم المتشابهة التي توجد في إنجيل لوقا ومتى ولكنها لا توجد في مرقس. طيب لقوا شوية آيات موجودة في متى ولوقا مش موجودة في مرقس، دول إيه نقلوهم منين؟ بيقول على قصة كيودي. يعتقد العلماء أن كتابي الإنجليين استقياهما من مصدر آخر كان معروفا لهما وكان يحتوي على جزء كبير من تعاليم يسوع المسيح، هي أقوال فعلا أغلبها أقوال يسوع، وقليلا من حوادث حياته ذكرت كمناسبة ومقدمة لهذه التعليم. لهذا المصدر يطلق عليه العلماء اسم كيو، معروف باسم كيو، وهو الحرف الأول من الكلمة الألمانية كويل اللي هي مصدر. فده اللي استقر عليه العلماء. بعد كده ممكن نقرأ الصفحة اللي بعديهم. بيقول ايه؟ طيب في حاجات بقى في متى انفرد بيها متى، يعني لا موجوده في مرقس ولا موجوده في لوقا ولا موجوده اكيد في يوحنا، انفرد بيها متى بس، زي مثلا وزنة العشره والعذاره والدينونه والعبد الذي لا يغفر وي وي وي، كل الامثال دي جابها منين الاخ متى؟ وده في صلب القضيه اللي احنا بنحكي فيها، الاختلافات بين البشر. قال لك ايه بقى؟ يعتقد كثير من العلماء، انا عامل عليه علامه بالاصفر، انه اخذها من مصدر خاص واطلقوا عليه اسم ام، يعني اول حرف اسم منه ام زي متى يعني. فالحاجات اللي في متى ومش موجوده في مرقس ولوقا دي جايبها من حرف ام او المصدر ام، لكن اللي موجوده في متى ولوقا ومش موجوده في مرقس دي اسمها كيو. طيب بعد كده بيقول طيب هل لوقا انفرد باحداث؟ قال لك اه، لوقا انفرد باحداث زي قصه السامري الصالح والغني والعازر والابن الضال وهكذا، في امثال كتيره او قصص كتيره قالها لوقا مش موجوده. طب دي جابها منين؟ لها من مرقس ولا من كيو ولا من ام؟ طب دي جابها منين؟ من حاجه مصدر اسمه ال، ده مصدره الخاص. بعد كده هو الراجل يقول الصفحه الاخيره، الصراحه سؤال جوهري، يعيد أول سؤال، كيف نعرف أن مرقس قد كتب قبل متى ولوقا وما هي البراهين على ذلك؟ ده السؤال جاوبناه. طيب السؤال الثاني، هل يمكن أن يقتبس متى من مرقس إذا كان هو نفس متى تلميذ المسيح؟ يعني إذا كان متى تلميذ المسيح ومرقس مش تلميذ المسيح، إزاي متى اللي مش تلميذ اللي تلميذ المسيح ينقل من مرقس اللي مش تلميذ المسيح؟ فدي الفكرة، دي المشكلة والمعضلة اللي لازم يجاوب عنها كل إنسان مسيحي. كل إنسان مسيحي. مرقس مش تلميذ المسيح، كتب بشارته، نقل منها متى اللي هو تلميذ المسيح. إزاي؟ ده هو شاهد عيان، المفروض إن متى يكون هو صاحب البشارة الأساسية اللي ينقل منها مرقس ولوقا، لكن العكس صحيح. فده
يشككنا في ان مات هو كاتب البشارة، او ان. فأنا كده خلصت المداخلة الأولى و